إيه ما أجمل الوفاء. طالب يلتقي بمعلمه بعد 30 سنة في موقف جميل ومؤثر تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وأثر فيهم. جميل هذا الشيء اللي نشوفه، والناس اللي عندها وفاء تجاه المعلمين اللي مؤثرين عليهم التأثير الإيجابي. متابع. السلام عليكم. هلا، كيف حالك؟ طيب، شو أخبارك؟ عساك بخير. كيف حالك؟ عرفتني؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيب. عرفتني ولا ما عرفتني؟ تقال أعرفك، لكن الله أعلم لي بطاع عنك. سلمان الشهري. سهلا. ونعم والله. قبل 30 سنة. أيوة. في المدرسة. قبل 30 سنة. سهبنا هديبان. أيوة نعم. ما شاء الله عليك. كيف حالك؟ عساك طيب. إيش أخبارك؟ مرحبا. عساك بخير. كيف أنت؟ طيب. طبعا العم تركي استقبلني في المدرسة وبيض الله وجهه. واخذني أنا وزميلي من بني من 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 الليث. واخذنا تغدينا في غميقة ومريتنا في غميقة وحطينا السيارة في حوش الشرطة وركبنا معك إلى الوادي اللي قطعنا فيه السيل. أيوة. وطفيت علينا السيارة. أيوة. وصلحناها وبعدين رحنا لعم سليم الفهمي وتعشينا عنده. لا وبعدين أخذتنا في اليوم الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن إلى المدرسة. فلن أنسى الفضل هذا. أنا جيت اليوم زيارة لطلابي في بني يزيد وحريص جدا والله اني اجي اسلم عليك. تسلم ان شاء الله. فهذا واجبي. تسلم. ومقابلتك والله اني اعتبر اني مع ابويا. الله يحييك. الله يسعدك ان شاء الله. تسلمون يا مرحبا. الله وانت لك. لكم عزيمه والله ما تسلمون. لك انت. كلكم ما تسلمون مره. لك انت. لا اله الا الله. فضل كبير عندي انه ما حصلتك في المدرسه ما يكون وصلت بني يزيد ولا يكون وصلت المدرسة، ويمكن يكون تركت المدرسة يكون تركت التعيين ويكون تركت الوظيفة، لكن بعد الله سبحانه وتعالى وجدتك في ذيك واستقبالك لنا وأخذتنا وقدمت لنا الشيء الكثير. لازم تخرج معي. ما هذا ما خرج للحين. تخرج من الليل. هذا الشيء خلاني أجي إلى عندك. بالله عليكم يا جماعة. الله يكرمك. بالله عليكم. كثر خيرك، عندنا دوامات وعندنا ارتباطات والشباب سدوا عن بني يزيد كلهم، كثر خيرك مليون. كثر خيرك مليون. كثر خيرك مليون. واجبي اني اجي اسلم عليك واحب على راسك. تسلمون. فلك حق ولك واجب. يعلم الله.